الأئمة عندنا ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإمام الأكبر قال نحن أسماء الله الحسنى. وأنا بجيب لك من الآخر يعني نحن مظهرين للأسماء الحسنى. ربنا بيقول والله هو الرؤوف الرحيم، وربنا بيقول على الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله بيقول والله هو الغني، وربنا قال في القرآن إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، والله يقول والله هو الولي، وربنا قال إنما وليكم الله ورسوله، والله يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وربنا بيقول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى ربنا أضفى على رسول الله صلى الله عليه وآله وآل البيت من صفاته، فلذلك هم الأسماء الحسنى. والآية تدل في سورة النور، في سورة النور الله نور السماوات والأرض، الله يتحدث عن ذاته تبارك وتعالى. القرآن عربي، هو عشان اللي بيسألني انت بتجيب الكلام ده منين، انا شخصيا مش عارف اجيب الكلام ده منين، لانه لابد ان اتبع منهج اهل البيت، ومدين اهل البيت هم اللي يوصلونا. انتوا مش متعجبين ان الكلام ده بيطلع ماشي منطقي مع العقل والنقل والشرع، ونرتاح بقى عاوزين ننطلق؟ كله عمال يحاربنا من ايام من اليهود والنصارى، تعاونوا مع عمر وتعاونوا مع ابي قحافه وغيروا الدين من زمان، دي مش جديده. فلازم ننطلق مع بعض ونقول لما القرآن قال الله نور السماوات والأرض، أليست هذه الآية تتحدث عن ذات الله وعن نور الذات؟ هذا نص صريح في القرآن، الله اسم علم للذات المقدسة، نور السماوات والأرض، مثل نوره، هذا قرآن كلام الله. ففي فرق بين مثل ومثل. بتاع اللغة العربية اللي بيسألني بيقول بيجيب الكلام ده منين، المثل هو المشابه والند والنظير تماما، وليس كمثله شيء. الله نفى المثلية عنه بقوله ليس كمثله شيء. أما المثل كما قال المعجم الوسيط فهو الأنموذج، أنموذج لله، الله لم ولن نراه، قال لن تراني، الله لن يرى لأنه ليس جسم كي تحيط العين به، لا تدركه الأبصار لا في دنيا ولا في آخرة، ما حدش يقول الله له جسم ولا ويرى. الله قال لن تراني. فالله نور السماوات والأرض، عرفك منين يا رب؟ قال لك مثل نوره كمشكات فيها مصباح. عاوزين تشوفوا النور الإلهي على الأرض هتلاقوه بقى كمشكاة فيها مصباح. الأنبياء والأئمة والسيدة الزهراء سلام الله عليها، ولو انت شفت الأخلاقهم زمان أثبت لك من القرآن أن الله، حتى أنا مرة كنت بسأل الشيخ من علماء الأزهر بقول له أنا شايف القرآن أن ليس فرق بين الله وبين رسوله إلا أن الله هو خالق والرسول هو مخلوق، لكن الله يضفي دائما على رسوله من صفاته. الله يقول إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فأثبت الغنى أن الرسول يغني لكن من فضل الله، لأن الرسول يغني من فضل الله، لأن الرسول في طول الله، يعني الله من عليه بالقدرة على الإغناء بفضل الله. القرآن اللي قال لي إلا أن أغناهم الله ورسوله، بس مش من فضل رسوله، من فضل الله، لأن الله هو الملك الأصلي. ولما ربنا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم وأثبت الرأفة والرحمة من رسول الله، وربنا قال والله هو الرؤوف الرحيم، فربنا بينزل الصفات على رسول الله ومن بعده الأئمة، لأن هم دول المعصومين.